قالوا عن الجمال أن تحسن ملبسك فلا تخرج للناس مبعثر الهيئة، طيب الرائحة كأن في جيبك زهرة، لين الكلام كأن لسانك ثمرة، سليما من الأحقاد كأن في قلبك جنة، واثقا من نفسك كأن في نفسك دولة. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا وبرنامجكم أستاذ في الطب. برنامجنا أستاذ في الطب من هذا الاسم يعني أن احنا في كل مرة في هذا البرنامج يكون معنا أستاذ في الطب، سواء كان استشاري أو أستاذ في الجامعة أو متعلق بهذا التخصص الرائع وهو تخصص الطب المبني على الدليل. النهاردة هيكون معنا الدكتور أحمد يحيى عبد الدايم، استشاري جراحات السمنة والمناظير. برحب بيك يا دكتور أحمد. أهلا أستاذ أحمد، نشرف اللقاء دائما. النهاردة الدكتور أحمد هيكون معنا وهنتكلم عن السمنة. السمنة أصبحت مشكلة كبيرة جدا جدا، طبعا بتعاني منها يعاني منها الرجال ويعاني أكثر أو تعاني أكثر النساء. أكثر حاجة بتزعج المرأة بصفة عامة هي عندما يكون هناك سمنة أو في بوادر سمنة، والموضوع بيخوف وخصوصا بعض السيدات اللي هي يحدث عندها حمل ثم ولادة ويحدث ترهلات وحاجات كتيرة قوي. ولذلك النهاردة الدكتور أحمد هيكلمنا عن تعريف السمنة أولا، ثم هيكلمنا عن معدل كتلة الجسم الطبيعي بيبقى إزاي بيتوزن وقد إيه اللي هو المثالي والغير مثالي، وبعد كده عندنا موضوعات كتير جدا وهيكون في رقم خاص بالدكتور أحمد على الشاشة باستمرار. ولكن بقول للناس إن الرقم اللي موجود على الشاشة ده هو الرقم الخاص بالدكتور أحمد. الدكتور أحمد بيحب بنفسه يرد على مرضاه علشان لو كان في استشارة يجاوب، عشان كده أثناء الحلقة لو اتصلت عليها هتلاقي التليفون مقفول عشان بس ما حدش، وانا هكرر هذه المساله اثناء الحلقه. دكتور احمد، امتى اقول في سمنه او سمنه مفرطه؟ اتفضل. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الاول السمنه من الحاجات المزعجه جدا للناس خصوصا في مجتمعاتنا، لكن السمنه طبعا بالنسبه للناس بيعرفوها تعريفات بالمنظر او بالشكل والهيئه، اما بالنسبه لنا احنا في الطب فليها تعريفات اخرى، وفي النهاية بتصب في نفس المصب. السمنة بالنسبة لنا معنى ان في تعريف سمنة يبقى في تعريف للوزن المثالي، مدام في وزن مثالي يبقى لازم حاجة نبقى متفقين عليها، وعلشان كده اتفقنا على ان احنا بنشوف الوزن على الطول، الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر. تربيع الطول بالضبط بالمتر، علشان يطلع نسبة نتفق عليها ونقول إن ده مثالي أو غير مثالي. تمام. ولو كان غير مثالي هل كله يبقى سمنة؟ وهل كل السمنة دي تبقى سمنة مرضية تستدعي إن احنا ناخد لها علاج؟ يعني هل هي مرض؟ دي برضو كانت من الحاجات الملحة علينا إن احنا نتفق على تعريف ليها. لما عملوا مؤشر كتلة الجسم اللي هو بيسمى البي ام اي البادي ماس اندكس، قالوا ان احنا هنحط الوزن بالكيلوغرام على تربيع الطول بالمتر، مربع الطول. بالظبط، مربع الطول. يعني لو مثلا الواحدة او الشخص طوله 150 سنتي يبقى عندي 150 1.5 ده التربيع بتاعها. تمام. ويطلع في النهاية نسبة، يطلع رقم صحيح. الرقم الصحيح ده لو كان من 18 ل 25 يبقى احنا في السيف سايد، ويبقى احنا كده في الوزن المثالي. السيف سايد يعني في الأمان. بالظبط، الجانب الأيمن. نعم. بالظبط كده. نعم. أما لو بدأنا نزيد عن كده شوية، بدأنا نقل كمان عن كده شوية، فبدأنا إن احنا نبعد عن المثالية. نعم. احنا بما ان احنا بنتكلم النهاردة عما زاد عنه، مش هنقفل تماما دلوقتي اللي بينقص عن كده. تمام. الزيادة عن كده من 25 ل 30 ما بنسميهاش سمنة على الاطلاق، لكنها بنسميها زيادة في الوزن. زيادة في الوزن. يفضل ان هذا الشخص يعمل شوية تمارين او يمشي على نظام غذائي. نعم. يحسن شوية من طبائع الغذاء بتاعته. تمام. لحد ما يبقى داخل النطاق المثالي. فوق ال 30 لحد 35 نقدر نقول عليها بداية ان دي سمنة. من 35 ل 40 دي سمنة متوسطة، فوق ال 40 هنا ناقوس الخطر، خط احمر، تبدا السمنة المفرطة. تمام. بدرجتها كلها مرضية.
احنا بالنسبه للسمنه المتوسطه اللي هي من بي ام اي او مؤشر كتله الجسم من 35 ل 40، ده ما هواش لا يستدعي عاده الا ان الواحد يمشي على نظام غذائي، يتابع مع دكتور تغذيه، يبقى ماشي على تمارين رياضيه، يحسن من طبيعه الاكل بتاعته. كل الكلام ده هيجيب معاه نتائج ان شاء الله مجديه. تمام. ولكن احيانا بيبقى فيه اشياء مصاحبه لهذه السمنه، وهي دي النقطه الحيويه اللي احنا بنتكلم فيها كاطباء. ان السمنه بالنسبه لنا مش بس تعريف، السمنه بالنسبه لنا مخاطر وحاجات بتودي لها، لا يعني اشياء تؤدي اليها السمنه عايزين ان احنا نقطعها، بدل ما نخش في حلقات مفرغه ما نخرجش منها الا خسرانين. يعني الانسان لما يبقى عنده ترهلات او يبقى عنده زياده في الوزن بصوره مرضيه، تبدا انها تعمل له ارتفاع في ضغط الدم، تبدا ان هي تعمل له تاثر عليه ويجي له مرض السكر، تبدا ان هو يبقى عنده مشاكل في المفاصل، يبدا يبقى عنده تصلب في الشرايين، يبدا يبقى عنده مشاكل في القلب. نعم. الكلام ده كله وخلافه يبدا يبقى فيه مشاكل في التنفس احيانا. نعم. كل الكلام ده لو حاجه من الحاجات دي حصلت عند واحد بدري شويه عن السمنه المرضيه اللي بتحصل عند مؤشر 40، نعم، واحنا عند مؤشر 35 وبدا يبقى عنده هذه المشاكل، يبقى اذا لابد ان احنا نتدخل، ما نسيبوش يخش في الحلقه المفرغه. تمام. وهو ده يعني افهم من كلام سعادتك يا دكتور ان كلمه سمنه مفرطه تعني حاله مرضيه. يعني أكيد. ده اصبح حد مريض. اكيد. حد مريض، ودي طبعا مساله يعني خلاص مريض، يعني محتاج انه يروح للدكتور، محتاج انه يتعالج، يشوف بقى الدكتور هيمشي معاه بنظام الرجيم، هيمشي معاه بنظام الجراحه، هيمشي معاه بنظام ايه بناء على الحاله، ده كلام هنوصل له. مرة ثانية بقول ان احنا مع الدكتور احمد يحيى عبد الدايم، استشاري جراحات المناظير، الجراحة العامة والمناظير والسمنة، وبنقول ان في رقم للتواصل بيكون على الشاشة خاص بالدكتور احمد، ولكن بنقول لبعض السادة المشاهدين لو عايز تتصل بهذا الرقم من بعد الحلقة الدكتور بيفتح التليفون عشان بيحب بنفسه يرد على التليفونات، علشان خاطر بعض الناس ما تاخدش نصايح غلط من موظف عادي. هذا جانب. الجانب الاخر بنقول برضو ان اي حد عنده مشاكل في السمنه سواء كان سيدات او رجال ممكن جدا يتواصل عن طريق الرقم الخاص بالقناه الموجوده على القناه، وبالتالي ان شاء الله الدكتور احمد يجيبه. دكتور احمد، قلت بان في حاله وجود سمنه مفرطه هذا مريض يستوجب انه يروح للدكتور. ده لما يكون هو طبعا مش هيعرف يقسم اللي هو الوزن على مربع الطول والمعدل دي ويساوي، مش هيعرف. طيب كان ده كان فيما مضى حضرتك، دلوقتي كل الناس بقت بتعملها طيب مره ثانيه سريعا هنقولها، هنقول الوزن المثالي سريعا. الوزن برضو المثالي حضرتك لما يجيب وزنه بالكيلوغرام يحطه على الطول بالمتر، يعني لو طوله مثلا 180 سنتي يبقى 1.8 ده بالمتر، يحط التربيع بتاع 1.8، نعم، يبقى وزنه على تربيع الطول بالمتر، نعم، يطلع الوزن المثالي من 18 ل 25، ده وزن مثالي. تمام. ما حدش عرف يعمل تربيع المتر، عايز حد بتاع رياضيات برضه عشان ايه؟ يبقى الكلام بتاعنا مش كلام تنظير، المفروض يكون كلام اعلامي. يعني تربيع هنقول مثلا انه ال 160 سنتي او ال 180 سنتي، تمام، هنقول زائد 160 سنتي تاني ولا في 160؟ في يعني 160. في 160. يعني هنقول مثلا الوزن المثالي ان انا اجيب مثلا انا لو وزني 80 كيلو وطولي 170، يبقى انا بقول 80 على 170 في 170، مظبوط كده؟ تمام. 1.7 من 10 في 1 من 7 او 1.7 من 10 ب7 من 10 اضربهم في بعض يطلع لي رقم، اقسم البسط اللي هو فوق على المقام اللي تحت هيديني رقم، الرقم ده لو انحصر ما بين 18 25 مثالي. تمام. من 25 ل 30 في سمنه شويه. تمام. من 30 ل 35 في سمنه زايده او متوسطه. من 35
او احنا بقى من البدايه ممكن نقول زياده وزن قبل ما ندخلهم في السمنه. يعني ايه ناخدهم بالراحه شويه، اللي هي زياده وزن من 25 ل 30 و30 لحد 40 دي سمنه، ولكن نقدر نقول انها سمنه بسيطه وسمنه متوسطه. فوق ال 40 نبدا بقى السمنه تمام المرض. طيب اذا جالك مريض في عيادتك وعنده مثلا المعدل ده بتاع الكتله، او هو باين عليه انه مش عنده سمنه زايده، في الحاله دي بتبدا معاه بقى بنظام ريجيم، ولا بتبدا معاه مثلا بتقول بجراحه، ولا ايه بالظبط؟ تمام، احب اقول لحضرتك يعني ده دي حاجه من الحاجات المهمه جدا والحيويه جدا. سواء كان عنده سمنه مفرطه او كانت سمنه فقط وما بلغتش حد الافراط او المرض، في اولها مثلا لابد ان هو يكون عنده، اتاكد ان هو فعلا ما عندوش قابليه ان هو يخس بالرجيم او بالنظام الغذائي او بالدايت. غالبا بيبقى الناس مشيت على انظمه غذائيه لفترات طويله، وبعضهم بيبقى خس بالفعل، وخس في بعض الاحيان بنسبه هائله. نعم، لكن مع الاسف الشديد بيحصل انتكاسة بيعودوا تاني وبيرجع تاني، بيتخانقوا وأحيانا بالظبط كده أكتر من بيرجع الأول. أكتر مما كان. السبب؟ السبب الحقيقة هي دي بتبقى لها أبعاد كتير. أولا الشخص اللي بيبقى عنده سمنة دي مسألة معقدة جدا، مش حاجة بسيطة. هو مش إنسان عايز ياكل بشراهة وخلاص. نعم، لا، دي مسألة بترجع أحيانا للهرمونات، بترجع لقابليته للسمنة اللي بتختلف من شخص للتاني، ومفيش اتنين زي بعض. تمام. وأحيانا بتبقى فيه هو هرمونات بتطلع من جدار المعدة وتخليه إن هو سواء إن هو يتحفز للأكل أو إن هو يبقى يمتنع عن الأكل، ودي بتختلف من شخص للتاني، وممكن تبقى فعلا مرضية ويبقى هو فعلا محتاج علاج ليها. طب ايه الحل بقى لبعض الناس اللي بيبقى عندها رغبه في الاكل باستمرار؟ انا احيانا بشعر بهذه المساله، بحس ان عندي رغبه في الاكل رغم ان انا ما اكون واكل وشبعان، لكن عندي رغبه انا عايز اكل. ده عباره عن ايه يعني؟ ده هل ده هرمون، مشكله معينه، ولا انا بحب الاكل، ولا ايه بالظبط، ولا انا مفجوع، ولا ايه؟ حضرتك هي المساله زي ما قلت لحضرتك مساله معقده متعدده نعم. الجوانب. يعني في واحد بياكل عشان فاضي، وفي واحد بياكل علشان هو بيفكر في الاكل، او في ناس بتاكل لما بتزعل. طبعا، وفي يعني ناس اول ما يزعل ياكل، يحط همه في الاكل. بالظبط. نعم. يعني ودي علشان كده بيبقى في الوضع المثالي بيبقى فيه مش بس دكاتره التغذيه مع دكاتره الجراحه، جراحه المناظير، مع بيبقى فيه كمان جزء من التيم دكاتره امراض نفسيه، لانه احيانا بيبقى اللي بيزعل بيوصل لحد الاكتئاب، ومن من الاكتئاب ده بيقعد ياكل ياكل، وطبعا في النهايه بيرد كده على وزنه، وبيبقى بيوصل للسمنه المفرطه وبيجي لنا ويبقى محتاج عمليه. نعم. والمساله في النهايه محتاج ان هو ما يسمى بالسايكوثيرابي، او ان هو يبقى بي بي بيعمل علاج سايكولوجي لنفسه. نعم. ان هو لو بطل يفكر في الاكل هيبطل يتخن، هيوصل لوزن مثالي. ده بعض الناس، مش كل الناس. نعم. في واحد لو انشغل وعرف ان هو يشوه نزل وركز في شغله، والشخص ده في النهاية السمنة يعني هيتخلص من جزء كبير على الأقل من السمنة. نعم. في شخص تاني مهما عمل مفيش فايدة، نزل الجيم، لعب رياضة، مشي على نظام تغذية، مفيش فايدة. تمام. في شخص تاني مختلف عن دول تماما، عنده السمنة المرضية، هي فعلا مرضية علشان عنده أمراض تانية زي مثلا أمراض الغدة الدرقية، وده قصة مختلفة تماما. تمام. فإذا هي مسألة معقدة ومتعددة الجوانب. موضوع كبير. بالظبط، مش حاجة سهلة. موضوع كبير، ولابد دورنا إن احنا نفرق ده من ده علشان مش أي حد يمشي في أي اتجاه. نعم. طيب يعني احنا يعني الدكتور بيقول ان المساله ان اسباب السمنه ممكن تعود الى مسائل هرمونيه متعلقه بالغده، لان في بعض الناس فعلا بتاكل ما بتاكلش تقريبا، يمكن تاكل طاقه في اليوم ومع ذلك بتحس بالوزن الزايد، وفي بعض الناس تاكل كتير وما تحسش ان هي عندها سمنه. دي مساله الدكتور بيقول ان دي ابعاد كتيره، لكن احنا بنتكلم عن حالات، او الدكتور احمد بيتكلم عن حالات
متعلقه بان بقى ناس عندها سمنه او سمنه مفرطه وبقى عندها مشاكل في الوزن ومش قادره تتحرك، وده خطر على صحتها. علشان كده بنقول في الحلقه دي انتبهوا ايها الساده والسيدات في هذا البرنامج مع الدكتور احمد يحيى عبد الدايم استشاري الجراحه العامه والمناظير والسمنه، وبنتكلم عن موضوع السمنه والمساله المتعلقه بالجراحات. ولكن بنقول هناك برضو ايضا في رقم بيكون على الشاشه، الرقم ده خاص بالدكتور احمد بنفسه، ولكن اللي عايز يتواصل مع الدكتور احمد يتواصل معاه بعد البرنامج عشان بيرد بنفسه. ولو في حد عنده استفسار، يعني واحده عملت رجيم او دايت او عملت جراحه معينه او كذا او كذا او محتاجه تعمل كذا وعايز تستفسر، بنستقبل استفساراتكم من خلال مخرجنا محمد سمير وان شاء الله بنرد عليها. طيب معانا ابراهيم، السلام عليكم ابراهيم. عليكم السلام، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا ابراهيم، اتفضل يا استاذ ابراهيم. كنت عايز اكلم الدكتور احمد يحيى لان حضرتك الوقت انا مريض سكر. نعم. وباخد حاجه اسمها فيكتوز، ده للسكر، ابر في البطن كده. نعم. فملاحظ ان في كرش كده حضرتك في البطن، واحنا بنشتغل اعمال مكتبيه والشغل ممكن يتمادى للساعه 6 بالليل. نعم. فبعض الاحيان باكل في الشغل الفطار والغداء، واجي بالليل عايز اتعشى، فمش عارف اعمل ايه حضرتك في الموضوع ده. وفي دكاتره ادوني كريمات وبتاع حزام للبطن، عايز تساله حاجه، وشويه عرق ويرجع تاني، وفي ناس ادت لي اعشاب وما جابش نتيجه، وفي ناس ادت لي دواء كروماكس ده واورليستات برضه ما فيش نتيجه. مش استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم الدكتور بيكلمك. ماشي، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور احمد، ازاي ما عليك؟ الله يبارك فيك. انا احب اسالك بس الاول، وزن حضرتك كام وطولك كام؟ هو الوزن حضرتك 92 والطول 170. تمام. بس الجسم كله طبيعي خالص ويكاد يعني يتقال عليه نحيف، بس المشكله في الكرش بقى يا حضرتك. لا هو الوزن طبيعي، ده الدكتور اللي احمد اللي هيقوله ده اول. تمام. يعني دي مش من النوع اللي فيها سمنه. الدكتور احمد، الدكتور احمد هيرد عليك في حكايه الوزن طبيعي ولا مش طبيعي. الوزن 92 92 كيلو جرام على 170 على 1.7 في 1.7. تمام. هيدينا على فكره، هيدخلنا في اكتر من، هيدخلنا كده في 30 35 اللي انا حاسسه كده. طيب استاذ ابراهيم، انت شكوتك انك بتعاني من الكرش اكتر حاجه في جسمك. اكتر حاجه وملفته جدا دون اي حاجه تانية. طيب في استفسار تاني يا استاذ ابراهيم؟ حضرتك ان انا مريض كامل وباخد علاج اللي هو بيكون علاج فيروس سي، وخدت العلاج بتاعي خلاص وحضرتك اتعالجت منه تمام، بس في نسبه تضخم بتاع حوالي 2 من 10، حاجه لا تذكر يعني. الف سلام عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا لك ابراهيم، استاذ ابراهيم. شكرا. حد تاني؟ شكرا. شكرا استاذ ابراهيم. طيب حضرتك تابعنا، وفي نفس الوقت لو عايز الرقم الشخصي بتاع الدكتور احمد بيكون على الشاشه، بس بعد الهواء ممكن تكلمه. دكتور اتفضل رد على استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم، مساله ان في كرش لا تعني ان احنا دخلنا في سمنه مفرطه او سمنه مرضيه. نعم. ايوه، الكرش حاجه غير صحيه على الاطلاق. وبالمناسبه هي احنا ما بنسميهاش بقى طبيا كرش، احنا ممكن نسميها ان هي ترهل في البطن او انها يعني سمنه، ولكن السمنه بتختلف في التوزيع بتاع الدهون من شخص لاخر. الاستاذ ابراهيم، انا يتهيالي ان حضرتك هتبقى محتاج تمشي على نظام غذائي، هتبقى محتاج ان حضرتك تعمل تمارس شيء من الرياضه. لابد ان زي ما انت بتقعد فترات طويله على المكتب لازم انك تتمشى، يعني على الاقل على الاقل بعد كل وجبه ان شاء الله حتى 10 دقائق، ولكن تبقى شيء ثابت. والمشي لما يا دكتور بياكل بيتقل شيء، مقلوب على اي يمشي عشان يهضم بقول لك اعمل شاي. خلينا نتكلم كلام عملي عشان الناس بتزعل مننا. الواحد بعد ما بياكل بيتقل فعلا، ما يقدرش يتحرك، دي حقيقه. ولا لازم يتحرك؟ لا طبعا لازم يتحرك بعد الاكل مباشره. في الفتره اللي بعد الاكل، مش لازم مباشره اللي هو ايه يعني بالدقيقه، ولكن على الاقل ان هو يتحرك. ان الاكل ده بدل ان هو يتخزن وان هو يبقى يعمل له سمنه وفي الاخر يبقى عنده كرش بالشكل ده، لا، هو محتاج ان هو يتحرك. طيب احنا هنتحرك معاك يا استاذ ابراهيم وهنتكلم تاني، بس بعد ما ناخد ولاء من المنصوره. السلام عليكم ولاء. السلام عليكم. ازيك يا ولاء؟ اتفضلي يا ولاء. الحمد
الاول ببعت رساله شكر للرئيس يلا. على فرص العمل اللي هو قدمها للشباب. نعم، كل الشكر والتحية لمعالي رئيس الجمهورية طبعا، بس مش كلام. زي ما هو قدم فرص للشباب يقدم فرص للناس اللي طلعت من بحيرة المنزلة، اللي هو دمر بحيرة المنزلة، دمر 100,000 الشباب. طيب بصي حضرتك، احنا في برنامج طبي، اذا انت ليكي استفسار طبي انا تحت امر حضرتك، اذا مفيش استفسار طبي بشكر حضرتك. شكرا جزيلا مدام ولاء للمنصورة. كنا نعتقد ان هي عندها سؤال في الطب، ولكن كان عندها سؤال خاص بيها. دكتور نعود تاني للاستاذ ابراهيم، وموضوع الكرش. تمام. الكرش بتقول حضرتك ما اسموش كرش، اسمه ترهل في البطن. بالظبط. وده كده يستوجب، مش يستوجب جراحه، يستوجب بالظبط حركه. تمام. في بعض الاحيان هذا الترهل بيحتاج ان هو يتعمله عمليه شد. نعم. ليه؟ لانه بيبقى مصاحب ليه ضعف في عضلات البطن. نعم. في كتير من الرجاله بيبقى عنده نوع من السمنه اسمها سمنه مركزيه. نعم. السمنه المركزيه دي بيتخن من بطنه اكتر ما بيتخن من الاطراف. تمام. ودي بتبقى اخطر انواع السمنه، يعني خطر. بيبقى طبعا بيبقى خطر، لانها بتبقى مصاحب ليها بنسبه عاليه جدا ضغط وسكر. ودي اللي عند اغلب الرجاله اللي عندهم سمنه. علشان كده لابد انه يسارع هو واي حد عنده هذا الترهل في البطن بان هو يخس. يخس. هل العلاج الرئيسي في هذه المساله المشي ولا ادويه ولا رجيم؟ المشي حضرتك، المشي حضرتك ده جزء من الادوات بتاعتنا. نعم. ولكن مش كل حاجه، المشي ده جزء من ادوات الرياضيه. تمام. لان اغلب الناس زي ما حضرتك فاهم ما بيقدرش ان هو ينزل الجيم او يروح النادي. نعم. او ان هو يجري في التراك كل يوم الصبح. لكن ابسط واضعف الايمان ان هو يتمشى. ويتمشى دي ان شاء الله حتى 10 دقائق بس مثبتها. هتجيب معاه نتيجه على المدى البعيد. يعني ممكن استاذ ابراهيم مثلا بعد ما ترجع من الشغل، والراجل بيقول من الصبح لغايه الساعه 6 قاعد على المكتب بيكون استوى بصراحه، بعد ما ترجع لو انت مثلا بتركب عربيه، ممكن بعد ما تركن العربيه تتمشى نص ساعه قبل ما تطلع، او لو الشغل قريب من بيتك خدها مشي. نقطه ثانيه في قصه الاستاذ ابراهيم ان هو بيرجع البيت يتعشى. وبعد ما بيتعشى بينام، ودي من اخطر العادات الصحيه ان هو ياكل بالليل او يبقى اغلب اكله بالليل وبعدين ينام، ودي برضو حاجه سبب من اسباب السمنه. نعم. فطبعا بقدر المستطاع يتغلب على كده، حتى لو كان الوجبة الأساسية بتاعته تبقى بالنهار، وما يركنش على الوجبة اللي هو بيتعشاها في البيت، أو يروح في البيت أثناء النهار، يعني يكون في أي شيء إلا إن هو يبقى ما يسمى بالنايت إيتر، أو إن هو آكل الليل. نعم. طيب أنا بقى يعني خليني أكون صريح معاك، أنا جربت إن أنا أنام، أنا بصفة شخصية جربت أنام وما تعشاش، ما بعرفش أنام، بطني بتموس، لازم آكل وبعيط. هعيط. يعني فعلا مساله صعبه، وكتير قوي بحاول ان انا اعملها بلاقيها صعبه جدا. يمكن زوجتي بتقدر تعملها، تتحكم فيها بعد ميعاد معين، تقول لك انا خلاص مش هاكل لو هي جعانه، انا ما اقدرش. وفي رجاله كتير ما بتقدرش انها تنام، يعني انها تكون جعانه، رغم ان دي مساله صحيه. ايه الحل؟ هل ليها حل مثلا نشرب ميه كتير مثلا، ولا ناخد حاجه تسد النفس، ولا ايه بالظبط يعني؟ والله حضرتك ليها حلول مش حل واحد. اتفضل. ولكن لو كانت الوجبة الأساسية بعيد عن وقت النوم، احنا كده أقرب ما يكون للأمان. نعم. وما تبقاش الوجبة الأساسية هي اللي بنتعشى، هي العشاء بتاعنا. ولو ناويين ان يبقى فيه عشاء، هيبقى قبل ما الواحد ينام بثلاث أربع ساعات. طيب دكتور، علشان تقريبا وقتنا قرب على الانتهاء أو انتهى تقريبا، فاحنا هنكتفي بهذا القدر، لكن إن شاء الله هنعدل هذه المسألة عشان نقعد وقت اكتر مع بعض، او نقعد وقت مع حضرتك ونستفيد. يسعدني يا فندم. قبل ما انهي اللقاء بس اقول كلمه واحده للرقم اللي كان على الشاشه الخاص بالدكتور احمد يحيى عبد الدايم. ممكن جدا تتصلوا بهذا الرقم، ولكن بعد الهواء ان شاء الله، عشان ده خاص بالدكتور احمد وبيرد بنفسه. في نهايه اللقاء اشكر باسمكم الدكتور احمد يحيى عبد الدايم، استشاري الجراحات العامه والمناظير والسمنه. شكرا لك يا دكتور احمد. الف شكر. وشكرا لكم على طيب المتابعة مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.